اهلا وسهلا بيكو. النهارده هنتكلم عن الانفستيجيشنز ان اوبستريك. وي شود ريمبر السكيلتون دايما هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن. لازم نخلي بالنا ان الانفستيجيشن لنا هدف واضح من الانفستيجيشن ومن الهيستوري ومن الانفستيجيشن، وهو ايه؟ هدف الاول دايجنوز اند ديفرنشال. الهدف الثاني presence or absence of complication. الهدف الثالث هي evaluate العيانة generally، حاجات لا لها علاقة بالمرض اللي أنا شخصته ولا لها علاقة بالcomplication بتاعت المرض اللي أنا دخلت اللي أنا شخصته. وبنحفظ إننا لما بنيجي نبقى عارفينها كده، لما بنيجي نتكلم في لغة للحوار. The most common most dangerous give causes no mistakes. كيورد دايما in front اللي هي الكيورد اللي بتمشي النقط الكلينيكال، لازم يبقى واضح البريفنتيف اتيتيود الياتروجينيك، وده النقط اللي احنا قلناها لكم قبل كده، وده الجولدن رول بتاعي. وبالتالي ذا سيم انفستيجيشن ممكن تتقال في الاول لو هي بتشخص او بتعمل ديفرنشال دايجنوز، نفس الانفستيجيشن تتقال في النص لو هي بتشخص كومبليكيشن، نفس الانفستيجيشن بتتقال في الاخر لو بتيفاليويت العيانة جنرالي ملهاش علاقة بالمرض ولا بالكومبليكيشن. الانفستيجيشنز فهنبص نلاقي في انفستيجيشنز عندنا في الاوبستتريك هنعرفها على مدار المنهج ان شاء الله، بيبقى الهدفين الرئيسيين الام عايزة تطمن على حامل في قد ايه والعيل بتاعها كويس ولا لا، الفيتال ماتيوريتي والفيتال والبينج انفستيجيشن. وبعد كده عندي اورجان فانكشن تيست، يعني الام بيبقى الكورنر ستون بتاعتها الاثنين دول، واحنا الكورنر ستون بتاعنا الاثنين دول، والماتيرنال والبينج ايضا نعرفها من طريق الاورجان فانكشن تيست والالترا ساوند والراديولوجي والاندوسكوب والبايوبسي والاسس. تمام، ودول منهج هندننا نتكلم فيهم طول منهج الاوبستتريك. في عندنا روتين انفستيجيشن زي بلود كومبليت بلود بريكتشر الار اتش بلود جروب، كومبليت يورين اناليسيز البلود جلوكوز تيست، الباب سمير هيباتايتس والاذر سيكشوال ترانسميتد ديزيزز. ونخلي بالنا برضه ديفرنشال دايجنوزيس. Differential diagnosis عارفين القاعدة بتاعتنا CINDVT، pregnancy، endometriosis hormonal chromosomal metabolic foreign body iatrogenic drug، constitutional hereditofamilial immunological neurological psychological theories. هم دول مفيش مرض في الدنيا هيتشخص بره الحاجات، واخدين بال سيادتكم؟ وبالتالي لما باجي افكر في الديفرنشال دايجنوز بفكر في دول، ولما باجي اجاوب برضه عشان نبقى عارفين يبقى في لغه واحده للتفكير ونبقى لوجيك، اول حاجه بنفكر فيها الموست كومن موست دينجرس، وبفكر فيها ايه هي الكي وورد الحاجه الكومن ديفرنشال دايجنوز اللي موجود، وبعد كده لما عاوز افكر في حاجات ثانيه افتكر السكيم. عشان كده قلنا ان فرونت الكي وورد وفي الباك السكيما بتاعتنا. Differential diagnosis وده برضو ده كي وورد آخر بنرتب عليه تفكيرنا. عندنا المنطقة بتاعت البلفس والأبدومين المنطقة زحمة، فممكن يحصل فيها obstetric complication، ممكن أو obstetric في differential diagnosis gynecological disease medical disease surgical disease. ودي في الأسباب اللي بنقول عليها الأربع أسباب الرئيسية، ودي سواء كان ممكن عيانة تبقى حامل وعندها جينيكولوجيكال ديزيز عندها زي فايبرويد وأوفيريان سيست، وممكن يبقى في ميديكال وممكن سيرجيكال، وممكن العيانة اصلا ما تكونش ده ديفرنشال دايجنوستس، هي مش حامل من باب وده يكون عندها جينيكولوجيكال ديزيز وهكذا. ده الطريقة اللي انا بفكر بيها وارتب بيها افكاري. وهنا بقى بيجي لستة طويلة. اول لما بتتسال السؤال ده حكيم باشا ويا بنتنا مننا واولادنا الدكاتره اللي هيبقوا دكاتره عظام ان شاء الله، البلفي ابدومينال سويلنج لازم ابقى فاكر ايه الموست كومن في اليوتراين، ايه الموست كومن في الاوفيريان، ايه الموست كومن في البلفيك، ايه الموست كومن في البرود ليجامنتري، الفاجينال كوز. والفاجينال كوز ممكن تعمل
بلفي ابدومينال ماس كامل والله، والاكسترا جينيتال كوز، وادي برضو بلفي ابدومينال بيل اسوشيتد ويز بليدنج. ارجع تاني لنفس الاسباب دول، يوتراين وافيرين وبلفيك وبرود ليجامنتري وفاجينال كوز، ايه منهم اللي يعمل بليدنج وايه هي الموست كومن اللي بيعمل بليدنج وهكذا. ادي الطريقة اللي بنفكر بيها دايما بحيث ان ما بيبقاش عندنا معاناة. اهو برضو بنحفظها في دي كيورد اف فيتس فايبرويد فلويد، سواء كان في الاوفري او في فول بلادر او اسايتس والفات والفليتس. وعلى فكرة في عندنا عيانة يعني ما تستسهلوش عملية فول بلادر بعد الولادة، الواحد ما ينساش، لان في عيانة كانت هتتفتح مجرد من قسطرها قبل العملية، واخد بال ستك قبل بعد الولادة، كنا فاكرين ان عندها كوليكشن يعني اصلا اتعملت اليورينري كاثيتر راحت. فخلي بالنا الديفرنشال دايجنوزيس ده اساس ومنجة ليك، ينجيك وينجي حالاتك من مشاكل. اكيوت ابدومينال بين قلنا اننا ايه، نربع جاينيكولوجيكال وبستريك ميديكال سيرجيكال. Initial diagnosis for acute excessive bleeding in reproductive. ادي واخدين بال سيادتكم، ادي كل حاجات من دول اعمل ايه. شايف الحاجات السكيمة دي هتفرق معاك جدا في حالك. Differential diagnosis of acute appendicitis هنربع. واخدين بال سيادتكم، medical, surgical, gynecological, obstetric. Differential diagnosis of large placenta. Differential diagnosis of false pregnancy test positive. فممكن يبقى في false positive false negative. ايه هو differential diagnosis؟ ده سؤال مهم. Differential diagnosis of early pregnancy causes of amenorrhea symmetrical enlarged uterus mesmer. وبعدين بلسيدكم في differential diagnosis، من هنا ندرك ان differential diagnosis والintroduction من المواضيع اللي بنهملها وهي crucial في فهمنا وفي كروشيال في اجابتنا وتفكيرنا والمانجمنت بتاع، سواء الاورال اكزامينيشن، سواء الريتل اكزامينيشن، سواء الكلينيكال اكزامينيشن، سواء في حياتنا كلها. الديفرنشال دايجنوست، الديفرنشال دايجنوست اوف ليت بريجننس، بلفي ابدومينال سوالينج، الامينوريا، السودوسايسيس. وهنا الكوزس اوف يوتراين فاندس اكتر من البيريد اوف امينوريا، وده مشكله كومن بنقابلها العيانه لو كانت رونجيديت السبب الرئيسي ولسته طويله. الموست كومن مثلا اكسبتو ستيل نون انجيج، وبعد كده اقول اي اسباب بعد كده ترتيبها مش مهم. برضو في اليوترين سايز اقل من البيريد في امينوريا يبقى رونجيديت، وبالتالي ممكن ما بدل ما اعمل اندكشن لعيانه واخدين بال سيادتكم و بدري في العيانه الفندل ليفل اكبر، او ان انا بشخص مرض مش موجود لو هي اقل، وبعد كده الاوليجو هيدرامنس ميز ده ابورشن انتراترانفيتال جروس ترانزيشن انتراترانفيتال ديس مال بريزنتيشن وكونجنتال فيتال مال فورميشن اللي بتبقى موجوده. يعني انا ببقى عارف دايما الموست كومن الموست بريزنس. هنا في عندي وورنينج سيمتوم اللي قلنا لكم عليها في الهيستوري، فاجينال بليدنج، سويلنج اوف ذا فيس فينجر ليمب، سيفير هيديك، بليرنج اوف فيجن، ابدومينال بين، بيرسيستنت فوميتنج، تشيلز اند فيفر، فاجينال يا اما بليدنج يا اما فلويد في الهير زي الرابشر اوف ممبرين. ونخلي بالنا ان الحالات اللي زي دي انا بتابع العيانه بتجيلي في روتين انتي نيتال كير، بتجيلي لو حدث المشاكل دي ان شاء الله تاني يوم من الزياره بتاعه المتابعه. وفي نفس الوقت هي دي لازم تبقى واضحه عند الدكتور وواضحه عند الحاله اللي بيتابعها. الفاليو بتاعت الالترا ساوند، فاكرين لما قلت لكم نحفظ منهج الاوبستريك؟ لما اجي اجاوب سؤال زي ده، لو جالي سؤال زي ده في الامتحان مثلا، ايه هي الانديكيشن اوف الترا ساوند ان اوبستريك؟ انا عندي ايه الموست كومن والموست دينجرس بقولهم في الاول، يعني ان انا بشخص بالبريجننسي، بشخص كل الكومبليكيشن في الفيرست والسكند والثيرد تريمستر، بليدنج ان ايرلي بريجننسي، بليدنج ليت بريجننسي، بوست ابورت بليدنج، بوست بارتم هاسل. شفت هتتكلم قد ايه، وبعد كده هتاخد الديزيزز اللي ويز بريجننسي، هيفيدني ايه في تشخيص الهايبرتنشن،
وايز بريجنانسي هيفيدني ايه في تشخيص الهايبر ايمسيس جرافيدارم، وهل في فيل في التشخيص ولا يفيدني في التشخيص والديفرنشال دايجنوزس ولا هيفيدني في الاثنين والبريزنس اوف كومبليكيشن، هيفيد في الكل. وبعد كده افرض انا خلصت كل الحاجات الكومن اللي في ذهني، افتكر منهج الاوستاتيك ده، اخد المنهج من اوله لاخره، هلاقي اخ ده انا نسيت ان هو البيربرال سيبسيس ده ممكن يبقى له دور في تشخيص او في الديفرنشال دايجنوزس او في البريزنس اور ابسنس اوف كومبليكيشن وهكذا. وبعد كده ما انساش ان العياده الاوستاتيك دي ممكن يبقى فيها جاينيكولوجيكال ديزيز اسوشيتد، فبرضه بشخص بيه. وبالتالي حفظنا للفهرس بتاع كتاب الجينة وكتاب الاوستاتريك بيفيدني، لان الالترا ساوند وين. طيب هل اقوله كده روتين في كل اجابه؟ اقوله، بس هترتبه امتى حكيم باشا؟ ضلنا صح بقى. هتقوله في الاول لو بيشخص او بيعمل ديفرنشال دايجنوستس الالترا ساوند، تقوله في النص لو بيقول في كومبليكيشن، تقوله في الاخر في ترتيبك للانفستيجيشن، تقوله في الاخر لو بييفالويت العيانه. وهنا طبعا قلنا السؤالين الشهيرين، assessment of fetal maturity، assessment of fetal well-being، لازم نبقى عارفينهم كويس. value of auscultation of the fetal heart sounds، لو انت منطقي في تفكيرك ده sure sign of pregnancy، بشخص بيه multiple pregnancy، intratransital death، fetal distress، presentation والposition والprogress of labor. مش محتاج تحفظها، فكرها تجاوب. causes of glucosuria، ايه الموست كومن جلوكوزوريا؟ هل هي دايابيتس ميليتس ولا هي... لا مش الدايابيتس، هي الموست دينجرس الدايابيتس. causes of proteinuria، causes of swelling of lower limb during pregnancy، في physiological وباثولوجيكال، طبعا انا اقول الفيسيولوجيكال الاول. causes of vomiting during pregnancy، بقول الفيسيولوجيكال زي المورنينج سيكنس، وبقول الباثولوجيكال سواء هايبر ايمسيس جرافيدارم او اسوشيتد كونديشن مثلا. causes of bleeding in early pregnancy، abortion واكتوبت وفيزيكولار مول ولوكال جينيكولوجيكال causes، وbleeding in late pregnancy، habitual abortion، causes of non-engagement during pregnancy، causes of hypertension during pregnancy، causes of proteinuria during pregnancy، causes of heart disease during pregnancy، causes of puerperal pyrexia، causes of subinvolution، causes of pain during pregnancy، causes of vaginal discharge during pregnancy. تيجي تتسأل السؤال تروح حاطط الإجابة الموست كومن موست دنجر في بيت الإجابة، حفظها وفهمها، يبقى أنت دكتور نبقى مطمنين عليك يا ابني، مطمنين عليك يا بنت، تبقى دكتورة شاطرة. causes of post maturity، causes of fetal macrosomia، causes of intratransfetal growth retardation، causes of jaundice during pregnancy، causes of anemia during pregnancy، causes of primary postpartum hemorrhage، causes of secondary postpartum hemorrhage، causes of retained depression، causes of shock in obstetrics. صدقوا وتأمنوا بالله ما فيش حد هيتسأل ولادة مش هيتسأل، هيحتاج الديفرنشال دايجنوستس الليستة اللي أنا قايلها لكم دي. causes of breast disorder in preterium، causes of maternal mortality، causes of neonatal jaundice، causes of perinatal mortality، causes of congenital fetal anomalies، causes of cesarean section، causes of failed forceps، indication of forceps، indication of ventus. differential diagnosis ده عشان اميز من الحاجات الكبيره اللي انا قلتها، بعتمد ان انا بعتمد على الهيستوري وعلى الاكزامينيشن وعلى الانفستيجيشن. الاعتمادي على الثلاثه دول بيبقى عندي الترتيب، انا اشخص اعمل differential diagnosis presence or absence of complication. وبعد كده لما باجي بقى لو انا عامل جمعه سبت حد 2 3 4 خميس، لو انا واصل لغايه الثلاث صح هعرف عليك صح لان شخصت صح وعامل ايه، مش هعالج المرض بس لا هعالج الكومبليكيشن، وهيبقى طبعا عندي تريتمنت، في عندي الاول بريفنشن واللي هي تريتمنت اوف ذا كوز واخدين بال سيادتكم، وبعد كده عندي ميديكال تريتمنت سيرجيكال تريتمنت كيموثيرابي او راديوثيرابي، وده بقى اللي هنمشي فيه في المنهج. بس خلي بالكم محدش بيشخص صح، محدش بيعالج صح الا اذا كان مشخص صح وعامل ديفرنشال دايجنوستس صح وعارف فيه كومبليكيشن ولا لا صح صح صح. وبالتالي لما هيعالج يعالج صح، ومش مش هيعالج صح الا اذا كان عارف الايتيولوجي، فهو بيعالج سيمبتوماتيك تريتمنت او بيعالج الكونديشن، وفي نفس الوقت بيمنع السبب، بيمنع السبب او بيعالج السبب اللي ادى، اللي هو الكوز اللي ادى للمرض. تبقى كده مطمنين عليكم وتبقوا دكاترة
ممتازين زي ما هتبقوا إن شاء الله، وتبقوا دكاترة أحسن منا، وده يسعدنا. أدي مثلا أدي طريقة، أدي السكيلتون بتاع الإجابة لأي سؤال أوبراتيف مانجمنت أنا عامله، أدي الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من البوست أوبراتيف، شايفين قد إيه؟ فما بالي أنا لازم أبقى مركز حتى الأناتيتيك كومبليكيشنز والفيتال كومبليكيشن والماترنال كومبليكيشن وتقسيمها الماينور وميجر. أخيرا بقى يوم العيانة بعد ما خلصت لها كده وعالجتها، أنا ما بسيبهاش بتابعها. وخلي بالكم هي الدكاترة الخدمة الطبية بتتفرق بالفولو أب ده. البروجنوزز بيعتمد على ثلاث حاجات: المريض والخدمة، المريض والخدمة الطبية والمرض نفسه. فالثلاثة المرض والمريض والخدمة الطبية، ده للثلاثة. لو المرض شديد والعيانة حالتها جنرال ولوكالي بور والخدمة الطبية مش كويسة، طبعا ده هيبقى الورست بروجنوز. لو الاثنين الاولانيين سيئين والخدمة الطبية، هيبقى البروجنوزز دابور، وده اللي احنا عايزينه. يبقى عارفين ان الدكاترة هيحاولوا يقللوا البور بروجنوزز ده وهيعافروا فيه، تبقى انت عارف. فانا الكلام اللي زي ده مش بنقول لكم البروجنوزز عشان نبقى عارفين طبيعة المرض، بيدينا اهتمام بتعمله مع الحالة وهذا الهدف. وبالتالي انت بتعمل فولو اب. فولو اب هدفك لإيه؟ للمرض نفسه اللي حصل، لأنه ممكن يلقي بتأثيراته على الأم ويلقي بتأثيراته عليها جينيكولوجيكال وفي الفيوتشر بريجنانسي وعلى النيونيتس. واخدين بال سيادتكم؟ وإن أنا بتابع إذا كان عشان أكتشف الكومبليكيشنز بدري، سواء للفاكتورز اللي إحنا قلناها ونعالجها. فالبروجنوز أند فولو أب ده مش حاجة كده يعني بتتقال عشان تحلية الإجابة في آخر الإجابة، لا، دي مهمة. ويعني ودي أدي هي مثلا لما بنيجي نحط التشخيص في الحمل، بنستخدم التو ديجيتس وبكتب الديوريشن إذا كان فيها مشكلة في الليبر ولا لا، والوضع بتاعها والبرزنس اوف ديزيز والكومبليكيشن والأسوشيتد كونديشن. أدي الطريقة اللي أنا بوصل بها في الآخر في نهاية الهيستوري بتاعتي اللي احنا اخدناها. وادي وسائل التواصل اللي يسرنا اتواصل بيكم، ونتقابل ان شاء الله في محاضرة جاية سواء ان شاء الله على كل خير، وقابلكم دايما على كل خير.